تنظم مبادرة أحباب يا بلدي فعالية هنا لنا اثنان في حفل فني خاص يستضيف مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة كوكبة من نجوم الفن في سوريا يومي 21 و22 من تشرين الأول الحالي، يليهما حفل عشاء خيري تكريمي خاص يوم 24 من الشهر نفسه، ويذهب ريع هنا لنا اثنان لحلب والأيادي البيضاء من جنودة المجهولين من عمال أطفاء كهرباء وإسعاف والبلدية وجميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص. وعالم الموسيقى نور ما له حدود، واليوم وصلت الموسيقى ليكون لها مساهمة فعالة وتأثير بيحمل مقومات النجاح للعديد من الفعاليات المجتمعية يلي بتترك أثر إيجابي بالمجتمع السوري. واليوم شو رح نتذكر به هنا لنا اثنين؟ رح نتذكره أكثر مع المؤلف الموسيقي سمير كويفاتي. يسعد صباحك أستاذ سمير. صباح الخير. سهلة. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. من أهل البيت، ودائما لما نقول الفنان سمير كويفاتي يعني بنحس حلب معنا اليوم. تسلمي يا رب، هذا شرف. يسعد صباحك. نحن رح نبتدي نحكي عن الفعالية، بس بالأول نروح لنشوف مقتطفات من برومو عن هنا لنا ونرجع ونتابع حديثنا مع الفنان سمير كويفاتي. تذكروا أستاذ سمير، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. خلينا بالبداية نحكي عن هنا لنا، نتذكر مع بعض يمكن أهم النشاطات والفعاليات الفنية. دائما يمكن في بصمة وأثر خاص لهنا لنا بنستذكر من خلالها مشاعرنا وأحاسيسنا، وبحضورك كمان في تميز استثنائي بيكون. فينا نقول هلا أول شيء أنا شرف لي أنه أكون مع أحبابي يا بلدي أو نشتغل معهم. يمكن بورد كلمة بالحديث انه موضوع نتذكر، لما بتقولي لي خلينا نتذكر فعليتنا. الله يطول بعمره استاذ دوريت دائما له بصمات واضحة بأي من زمان. انا من ايام مهرجان الاغنية السورية بنشتغل مع بعضنا، ودائما له بصمة واضحة، له رأي بيكون بمحله مثل ما بقوله. ما بعرف اذا بدي افضح شيء، بس لازم اقول لانه انتم من يعني من العزيزين جدا، والمحطه كمان هي عزيزه على قلبي. خليني ما افضح شيء عن شو اللي بده يصير، بس نتذكر. هو استاذ دوريت حب يكون موضوع السنه نتذكر، يعني هنا لنا نتذكر. هنا لنا من الماضيه انا قلت باكثر من محطه واكثر من تلفزيون. دائما انا كنت عم بقول لما انا عم نقول هنا لنا كانه عم نذكر، عم نضل من نذكر ومنعيد انه هنا لنا. انا يعني كان رايي انه ما نعيد الكلمه كثير، لانه هذا الشيء مفروغ منه. يعني انا اذا يعني بدي اقول لك شغله بديهيه ما بتضل برجع، ما بضل برجع عيدها. بس هي كانت كثير حلوه، انه كان منوعه كثير المره الماضيه. فنانين دراما كثير كانوا بيقدموا، كل واحد غنية، مطرب بيطلع المطرب بيغني غنية، وكانت الموسيقى لايف، وكانت الحفلة عبارة عن فعلا احتفالية منوعة. العالم اجوا انبسطوا وسمعوا. هالسنة ارتقى استاذ دوريت طبعا انه يكون الوضع شوي مختلف، وكنا نحن كمان كلجنة مع احباب يا بلدي حابين نختلف شوي. نتذكر استاذ دوريد حط مسرح الشوك اللي كل العالم صراحه من جيلنا نحن بنتذكره. انا باستمرار بشوفه على اليوتيوب وبستمتع. الجيل الجديد استغربت شغله ابدا. بيحب بس يا نور ما بيعرفهم مثل عادي، يعني ما هو شايفهم مثل عادي الا من خلال اللي بيطلع على التلفزيون مثلا.
الله يرحمه الفنان الكبير عمر حجو، كان له هو الفضل بمسرح الشوك. استاذ دوليد بصراحه حب يعمل قسمين الحفله. نتذكر مسرح الشوك بعدد من اللوحات الحلوه اللي انا بحبها كثير. برجع بقول انا كل ما اشوف لوحه المسرح اللي كانوا عاملينها مع استاذ رفيق سبيعي واستاذ دوريد واستاذ عمار الرياح واكلت اخته، يعني ما حدا بيعرفه من الجيل الجديد. تصوري انت 5-6 لوحات من هدول ينعرضوا اليوم بمسرح العالم مع فنانين دراما اللي كلياتنا بنعرفهم. القسم الاول رح يكون عباره عن لوحات غنائيه راقصه من اغاني ابو خليل اباني. اليوم نحن كمان قدام جيل عم بيروح على اغنيه الله يسترنا من بعدين. لما نتذكر كلياتنا قديش كان في عنا اغاني والحان راقيه مثل هدول، وبنرجع بنعيدهم بسيستم جديد بتوزيع جديد لوحات رقص. تهيألي انا متفائل هالسنه انه حط ايده على الجرح استاذ دوليد تماما، انه بدنا نتذكر هذول الامرين. يعني ان شاء الله الله يوفقنا ونكمل هيك ان شاء الله يا رب. يعني وقتها استاذ القدير دوريد لحام يطل علينا او يترك بصمته باي عمل لحالها ذاكرتنا بترجع على ورا، نتذكر لحالنا تماما. ايه. بس نشوف شخصيته بنتذكر لحالنا اشياء من الماضي. اليوم كيف تم انتقاء يعني هالنقاط يلي حبيتوا تركزوا عليها وتسلطوا الضوء عليها وتتذكروها بنتذكر؟ هلا شوفي يعني انتقاء راح افصل لك اياها. انتقاء المواد صراحه الغنائيه انا والاستاذ عدنا نقيناها. اللوحات المسرحيه اللي راح تكون طبعا الاستاذ نقاها. نحن قعدنا اكثر من مره مدام عبير لحام، ما في داعي انا اقول قديش بتتعب المدام لبين ما توصل. بصراحه توصل هيك احتفاليه، هي طبعا وباقي احبابي بلدي كلهم مشكورين بدون استثناء. كلهم عم بيشتغلوا كل القائمين على المبادره اللي عملوا تظاهره او احتفاليه. الفرق اللي شفته بينهم وبين غيرهم انه عم بيعملوا جهدهم اللي عملوا احتفاليه ينحكى فيها بعدين، مو يطلعوا العالم من هون من المسرح لبرا مجرد ما ركبوا سياراتهم كانوا بس هيك بحفله وبس ونسيوا. يعني بيطلعوا من المسرح يتذكروا كل الفعاليات نوعا ما. فهذول المواد اللي انتقيناها مثل ما قلت لك يعني ما في داعي انا اقول له الاستاذ والله استاذ ريد عرفان تماما اللوحه المناسبه لهيك شغله، وهي رح تطلع مهضومة بتهيألي. اليوم نحن لما عم نجي بنحضر حفلة أنا عم بلاحظ شيء غريب فعلا. هلأ صار كذا مرة إن كان غنائية وإن كان مسرح وإن كان في شيء عم بحسه للأسف إنه عم بطلع من الباب ما عم بترك أثر عندي عن جد. يعني في شيء مهم عم بيصير بشيء بيزعل عم تطلعي من أي شيء. حتى كنتي بمسرحية، كيف نحن بنطلع من فيلم سينما بنضل بنفكر فيه وقديش بيترك عنا شيء؟ نحن صايرين هون التأثير هذا عم بيخلص مجرد ما تطلع من الصالة للأسف الشديد. رح أقول لك على الموسيقى شغلة قبل ما يداركنا الوقت لحتى نكون مثل ما بقولوا حكيت شيء عن اختصاصي، حاجة أحكي عن دراما. الاغاني اللي اجمل اللي الموسيقى الدراميه حضرتك قمت فيها. الاغاني اللي لا لك شغله حتى ما نبخس حق حدا، حرام كل العالم عم بيشتغلوا. استاذ علي حمدان فرقه الجلنار هي اللي راح تشارك بالرقص. اللوحات السته راح اقول لك انه انا هدول الاغاني معظمهم اشتغلتهم، يعني بس كنت متردد اقول لكم ولا ما اقول لكم عشان ما اكبر حالي، والله ما حلوه من شيء 25 سنة أو أقل شوي يعني 22. يعني كان عمرك 7 سنين وقتها، ما كتير. برافو عليك. تمام. أنا وقت كان عمري 7 سنين اشتغلنا الأغاني بمهرجان الأغنية السورية بال97. لما كنا أنا استفدت كتير من اللي كانوا يعني أساتذة الله يرحمهم هلا، كان
استاذ عبد الفتاح سكر، الاستاذ سهيل عرفي، الاستاذ عدنان ابو الشامات، ابراهيم جوزر، كلهم كانوا موجودين. لما كان يجي هيك شغله لابو خليل قباني مرشح ان ننفذه، بدنا نريدين ننفذه بجديد، ننفذه بشكل تقليدي اللي عم بيطلع يعني عادي هيك، يطلع مطرب او مطربه كذا. هالمره لما في شغله عند الاستاذ دوليد كمان بدي افضحه فيها، بحب المودرن كثير، بيعكس بعض الناس التقليديين بحب المودرن، يعني بحب التوزيع الجديد، وانا هذا الشيء بحبه كثير فيه. يعني مثلا لما بكون عم بعمل شيء نحن بنقول له كفاريشن جديد بالتوزيع بالموسيقى، لما بسمعه ما بستهجن للموضوع، بيجي بنبسط للموضوع. هلا بالنهايه انا ما عم بعمل لشخص او اثنين او ثلاثه او لجمهور صالح، لا، انا عم بعمل كمان للذكرى والتاريخ، انه انا لازم اجاري العصر. اليوم البني ادم هذول الشباب الصغار الجونيس الشبيبه، خليني اقول اليوم فيك تقولي لحد عمره بين 20 و 30 سنه انه خذ اسمع محتيالي يا رفاقي، يعني اما اذا انا يمكن ترجع هي بتلعب على الوتر لما تعيد توزيعها بطريقه سريعه، بتلعب يمكن انا اذا قدمت له اياها لهذا الشاب او الصبيه بشكل كثير فاريشن جديد ومهضوم وخفيف ومو طويل كثير وبعيد وبسؤول، يمكن يتقبلها. كمان بدي اقول لك بالحفله راح طبعا ما بقدر انا بلا ما فينا نقول الاغاني السته شو هن؟ شو الاغاني السته اللي بدك تشارك فيهم؟ راح اقول لك راح يكون في غنيتين بس سولو، انا ميادة ما بقدر بلاها، لازم تكون موجودة مشان تجيني بركة. نحن كلنا ما بنقدر بلا اسم ميادة، كلنا ميادة بنوجه لها تحية إذا عم تحضرنا. ميادة الأغنية وحدة من الستة، محتيالي يا رفاقي اللي عم نحكي فيها، هي مرشح صعب. وميادة بتغني من زمان كمان، كان عمرها 7 سنين يعني مش 20 سنة. كنتوا بالمدرسة سوا وقتها؟ كنا سوا. انت مصرة تحكي العالم قديش. على كل حال هي قديما بتغني كثير وبتحبه، فانتقينا هو لابو خليل قباني. محتيالي يا رفاقي، معنا كمان خلدون حناوي هالشاب الكربوش صوته حلو، انا كنت كان لي راي انه هو يغني كمان مرشح محبوبي، هدول صاروا اثنين. عندنا 4 بطولة كورال فقط مع فرقة الرقص جولنار، الأربعة بطولة الرقص 6 عم برقصوا عليهم، بس الأربعة بطولة كورال مشكورين كورال سوريا، بدي وجه لهم تحية كلهم لأنه هدول الشباب والصبايا اشتغلوا معي، هلكتهم رسمي يعني. قال ما بتعزبهم ابدا كثير، بس على مدار 16 سنة عملت لهم معسكر لبين ما خلصنا. انت متوقعة 6 أغاني؟ قال 16 ساعة المعسكر بتعمل لهم يا ابني ان شاء الله. فيها طيرة طيري يا حمامة، كلهم اللي عم بقولهم بتوزيع جديد. فيها مسعدك صبحية، فيها غصن نقاء مكللا بالذهبي، في وحدة بالذي اسكر. هلا هدول الستة إذا جمعتيهم مع بعضهم رح ياخذوا 20 دقيقة ماكسيموم يعني. هدول اللي رح تقدموا هالسنة شيء جديد، وبالإضافة للوحات اتوقع انه في تنوع خاص بهنا لنا هالسنه، عن جد في تنوع خاص، في طرح جديد فينا نقول. كمان اتوقع انه شغله نتذكر شغله كانت صائبه وبمحلها. يعني اليوم لما نحن بين شغلتنا انه وشغله ابو خليل قباني بصراحه الاضاءه على قصة أبو خليل قباني انطرحت كثير بس بطريقة مختلفة، بس بعدد كذا طريقة. كمان لحتى أفضح أخيرا كل شيء، رح يكون في أبو خليل قباني، ما رح أقول مين، مفاجأة، رح يكون في أبو خليل موجود بالسهرة. يمكن عرفت يعني. يمكن عرف. عرفتي؟ أستاذ علي كرية. رح يكون على السكرين على الشاشة عم بيتفرج على انتاجه، بس بطريقه 2017. تعرفتي شو يعني؟ قديش فكره جديده يعني. ايه وحلوه هي كانت انطرحت بالمهرجان، بس السنه كتبها الاستاذ دوليد بشكل حلو. راح يحضر معنا السهره هو، ولكن من خلال الشاشه. خلال الشاشه طبعا راح يحضر معنا السهره، وراح يشوف انه
تهيألي انه عم بقول انه انا ماني متوقع انه عملته هيك باغانيه، بقى يا بقول الله لا يعطيه عافيه لفلان، يا بيقول زي لكم كنتوا على قد الامانه. ايه انا بتوقع العالم لازم بقى نحن نتذكر، شوفي ليش خلينا نتذكر الشيء الحلو، خصوصا لما تتذكر قامات فنيه كبيره، في اسماء للاسف لازم نتذكرها مسترجعه من وقت لاخر، يعني قامات نكون لها كل الاحترام والتقدير. طبعا. يجب حتى تذكرها من خلال دار الأوبرا، من خلال المسرحيات والمسلسلات. أكيد. فبنا نوجه تحية. لا لي شغلة تغير الوضع، خليكي وأكيد بتعرفوا كلكم تغير الوضع. اليوم فيكي تتذكري الشغلات الحلوة وفيكي ما تتذكريها، بإيدك القصة. من زمان كان يطرح على التلفزيون الشغلات اللي هن بدو يذكرونا فيها نحن من نتقبلها. اليوم انت اذا حبيتي تتذكري بتفتحي الانترنت تتذكري وبتشوفي وبتعرفي. انا بقول انه دائما اللي بدنا نتذكر الشيء الحلو، مثل ما قلتي قبل شوي صح تماما. انا هون بهالمحل كنت ادخل وشوف فيترين عم بيعرض سيديات، هون بهالمكان عم بيعرض سيديات وعم بيعرض شغلات قديمه ولناس مرتبين. اليوم ما عاد في هذا الموضوع بصراحة، أنا ما عم شوفه ولا شفته صار لي زمان. فكل يعني إذا نتذكر شيء منيح هو بإيدنا، يا منتذكره يا منتجاهله وبنسترجعه بإيدنا كمان. وبنسترجعه بإيدنا يعني عليك. لهيك يعني عم بيتم إقامة هيك فعاليات مهمة وعم بينشغل عليها بطرق يعني فيها نوع من الحداثة لحتى نرجع نتذكر ماضينا برؤية جديدة وعين جديدة. اليوم أستاذ سمير، قديش الموسيقى هي بالفعل عم تساهم بنجاح عدد فعاليات مجتمعية عم تترك بصمتها اليوم بالمجتمع السوري؟ يعني أي فعاليات ما عم تكون بس مجرد تطوعية، عم بيكون فيها يعني طابع ثقافي وأيضا حمل ومسؤولية على الفريق يمكن اللي عم يقوم بهالفعالية. اليوم قديش الموسيقى عم تساهم بنجاح هيك فعاليات مجتمعية؟ هلا خلينا نكون واضحين، الموسيقى بتساهم بنجاحها وبتساهم بفشلها أحيانا لأي يعني أي مناسبة دخلت فيها الموسيقى. الموسيقى ما لها طابع واحد هو دائما النجاح صراحة، خلينا نقول بكل شيء بالفنون في شيء منيح وفي شيء مو منيح، في شيء حلو وفي شيء مو حلو. أنا ضد اللي بيقول إنه ما في شيء بيعجب وما بيعجب، دائما الموسيقى حلوه، لا بالعكس. لا في الموسيقى حتى ايام ام كلثوم كان في اغاني تسمى الطقطوقه، يعني احيانا يعني الموسيقى ما بتكون دخيله فشل او دخيله لحتى ما تساهم بنجاحها بصراحه. خليني اوضح لك اكثر، انا اليوم اذا بجيب نص لجبران خليل جبران وبعطيه للي عم بيعمل الدنيا زي المرجيحه مدري شو، ما بغض النظر بجوز يكون هذا ملحن منيح بس ما بعتقد، بجوز تقولي له خذ لحن هيك نص او كذا، يعني انت عم ترمي يعني بصراحه شغلات كثير قيمه بايدين ناس ما بيعرفوا قيمتها. الموسيقى بدها تكون موجوده بمحل تساهم بنجاح اي احتفاليه او فعاليه، او بده يكون انا برايي انه موظفه ولها دور. يعني انا اليوم لما بجي بمد ايدي على انا بسميهم كنوز، هدول بسميهم هدول كثير شيء. انا بقول له احيانا للاستاذ استاذ دورين، فالاستاذ انا بلاحظ انه في عندنا كلام كثير عادي من زمان، كان الكلام احيانا طبعا مو بالكل كلام عادي كثير بالحان كثير مهمه. اليوم احيانا بنشوف الحان يعني بتهوي على كلام كثير، ويمكن لهيك لما نقول هيك مبادره وهيك فعاليه يقوم عليها اساتذه مثل حضرتك والاستاذ دوريد اللي قاموا على مهرجان الاغنيه السوريه اللي هو تاريخ يعد، يمكن خرج كثير من الفنانين هون هون التذكار الجميل. نحن كمان للاسف الشديد انه في منهم لحديت الان برايهم انه مهرجان الاغنيه السوريه ما قدم شيء. رح من اجمل شغل. المهرجانات كانت رح اقول لك مهرجان الاغنيه السوريه انا اشتغلت فيه بكل الدورات وكان لي شرف انه كنت واحد من اللجنه واولادك غنوا فيه، واحد من الاولاد كانوا صغار. انا كنت من اوله لوقت ما وقف، يعني نحن كنا صغار ننطر مهرجان الأغنية السورية. أستاذ دوريد لحام راح حب يعمل
بمهرجان الاغنيه السوريه اغنيه الطفل. ممكن تقولي لي هلا نحن يا نور هلا تعي نتذكر من 20 سنه لهلا طلع عنا اغنيه للطفل نحن بعد اغنيه غسل وشك يا قمر بالصابون تماما ايه بس يعني طلع عنا لا. اغنيه للطفل للاسف الشديد رح اقول لك شغله وكانت هي اللفته كمان الاستاذ وريد جميله لما يكون فيه قال لي نحن عنا مشكله بالموسيقى بشكل عام بهالبلد كلياتنا ملحنين وكلياتنا عباقرة وكلياتنا جهابزة وكلياتنا منفهم وكلياتنا مننقل وكلياتنا منعطي رأي وكل كلها وأكبر دليل روض ما بدي أطلع على الموضوع لأنه وقتكم وقتنا خلص يقولنا الشباب بدنا ناخذ موجز أخيرا بدي أقول لك شغلة آخر كلمة نحن من شغلة المناهج حتى اللي صارت مؤخرا بالبلد تكتشفي أنت أنه كل العالم شعراء وكل العالم ينقدوا وكل العالم عنده الرأي وكل تماما انا ماني ضد انه يكون من ماني ضد تصحيح اي خطا بس انا ضد الجهابزه اللي بدي تغير رايه انا اخيرا ما بدي اخذ اكثر من وقتي ولا من وقتكم انا بدي اتشكركم كمان احنا سعيدين ودائما انتم صبايا حلوات وتجوا على على مواضيع كثير مهمة الله يعطيكم العافية بدي اتشكر مدام عبير محام استاذ دريد على شغله احباب بلدي كلهم وان شاء الله 2021 بالشهر رح يكون هون انا بتفائل دائما انه هنن احباب يا بلدي عم بيحاولوا فعلا يضلوا يقولوا ويذكروا انه نحن هنا لنا او بدي اتمنى التوفيق لالهم جميعا شكرا اكيد كثير. نحن تشرفنا ودائما نتشرف بوجودك معنا اليوم استاذ سمير شكرا. وكل التوفيق لكم وان شاء الله على قد المجهود اللي مبذل به هنا لنا يتم حصد يعني النجاحات والصدى اللي انتم متاملين فيه بنحب نذكر انه الاخباريه السوريه هي الراعي الاعلامي لفعاليه هنا لنا هاي شغلتكم مش اكيد انا بوقف عند هون انا بنتشكرك الاستاذ سمير كويفاتي نوجه تحيه كمان للفنان الكبير دريد رحام نحن بنعتز افتخر باسماء كبيره مثلكم كمان من 7 سنين من 7 سنين يعني من 20 سنه شكرا كثير لك اما هلا مشاهدينا